موجود بالتلفزيون من أيام الأبيض والأسود، كبر بالاستوديوات ورا المكسر، كان يتعلم بالنهار ويسرب على التلفزيون، والمعاش أقل من 100 ليرة لبنانية. يسمر يا حلو يا سيمون يا حلو، بيحمل سيمو أسمر 4 شهادات بالفنون الإلكترونية، هندسة الصوت والإخراج والمسرح، وبالسبعينات تولى إخراج حلقات درامية بتلفزيون تلة الخياط، يعني القناة 7، إنما برامج المنوعات بالفرنسية والعربية طبعت عمله التلفزيوني. وختم سيمو أسمر ما تشير بعد لحدة من 30 سنة لليوم. أنا كل حياتي جربت أنجح بالنهار اللي كنت فيه، ولا نهار فكرت أنه رح أصير مخرج، لكنه صار مخرج وحصر شغله تقريبا بالفنون. ومن أهم برامج سيمو أسمر المعد والمخرج استوديو الفن، اللي فتح الباب الواسع لشباب صغار صاروا اليوم كبار بلبنان والعالم. من 25 سنة وقبل إطلالة استوديو الفن كان استوديو الفن مغامرة. تجربة السبعينات تكررت 7 مرات، واستوديو الفن 2000 على الطريق. بشكرك سيمو وبقول لك ألف مرة عني وعن كل اللبنانية ميرسي، شكرا. حققت برامج سيمو أسمر المراتب الأولى وقت كان في بلبنان 3 محطات، ووقت صاروا 33، وقت كتروا ووقت قلوا، ومع الفضائيات وقبلها والمشاهد اللبناني والعربي هو اللي قرر. علينا كل اللي حكيوا علينا واللي بكوا عينينا، تعا ننسى تعا ننسى. رافق سيمو أسمر انطلاقة الـ LBC كمخرج ومدير برامج المنوعات، وبتلفزيون لبنان ضل 20 سنة مدير ومخرج ومهندس صوت، وبالإذاعة اللبنانية أمضى 10 سنين كمخرج، وبإذاعة الـ 102 كان مدير برامج بين 80 والـ 85، وحياته مثل برامجه ريتم سريع وفرح واهتمام بكل التفاصيل. توب بريك انت سيرفي انه كلهم يكونوا فنوا على السريع. بيتمتع سيمو أسمر بحدث فني بيخليه يحكم على النجاح او الفشل باقل من دقيقة، اما المزاج فكان ناري وتحول باخر كم سنة لمزاج رايق ومرح، على رغم عجقة الشغل والمكتب والتليفونات وضرائب الشهرة وتبعات النجاح والفشل، مش عنده عند الهواة. كل اللي بيسقطوا سقطوا سيمو أسمر، وكل اللي نجحوا نجحوا لأنهم عندهم شيء. بمنتصف السبعينات وبغفلة من الزمن ومن الشغل، تزوج سيمو أسمر ندى كريدي وصار عنده 3 شباب، وسيم وكريم وبشير، ومن وقت لوقت بيشوفهم وبيتابع عن قرب وين صاروا بالحياة. سيمو أسمر اسم موجود على الصفحة الأولى وعلى الشاشة الأولى وورا البرامج الأولى، المعو بيقولوا هيك واللي ضده كمان، المرقوا ببرامج الأستاذ واللي ما مرقوا، الناس العاديين والهواة والفنانين والشعراء والصحفيين بيعرفوا وبيعترفوا إنه سيمو أسمر مخرج غير عادي وناطرينه على طول.